تحية من قلبي لأمي، تعظيم لكل الأمهات. الجنة تحتك وبسامحتك نقدر نحقق معجزات. أمي أطيب أمي، لكن في الشدايد أقوى وحدة. حضنها أغلى الأماكن، بنام وبرتاح فيه وبهدى. هي اللي تعبت واللي ربت، هي الأساس في الدنيا دي. هي اللي سر نجاحي دايما في كل دعوة عتالية. شكرا جزيلا وكل سنة وانت طيب، وانا سعيد ان اشوفك والله. وحضرتك طيب، والسعادة الكبيرة لي انا وجود حضرتك والسادة الحضور والمرأة اللي هي بتمثل احلى حاجة في الدنيا. صحيح. كل سنة وهي طيبة وانت طيب وحضراتكم طيبين وبخير. شكرا.